إذا قلت أوه أو أوف أو خلاص طيب سمعت، شفت الصوت هذا اللي أنا أقوله؟ كبيرة من أعظم كبائر الذنوب، كبيرة كبيرة، يعني تخرج الإنسان من كمال الإيمان إلى الفسق. وقال أهل العلم ارتفاع الصوت على الأم أو الأب كبيرة تخرج الإنسان من الإيمان إلى مثل صوتي الآن وأنا ارتفع. لو أقوله قدام أمي كذا صوتي هذا، لو أقوله عند أمي أنا مرتكب كبيرة من كبائر. أبنائي إذا غضبت أمك ترى ما يبلز على أمك.